ضمن الحراك السياسي الذي شهده مصر بعد صلاتي 25 يناير و 30 يونيو المريضتين، ظهرت على الساحه بعض التجمعات التي تصابت بحجز مكانها في الحياه السياسيه دون اعلاء المصلحه الوطنيه. وفي ظل هذا المشهد الضبابي قررت خمس سيدات مصريات ليس لهن اي خلفيه سياسيه محدده ولا تحكمون اي مصلحه مع اي طرف من الاطراف، تاسيس حركه شعبيه سياسيه وطنيه تستهدف دعم مؤسسات الدوله واحياء روح الوطنيه وخدمه المواطن البسيط في الشارع. اخترنا تحيا مصر. احنا الحمد لله النهارده تشكيله حركه تحيا مصر بشكل رسمي. حركة تحيا مصر هي حركة سياسية خدمية بتسعى للتواجد في الشارع مع المواطن البسيط لخدمته بمفهوم جديد يتناسب مع مطالب ثورتين 25 يناير و 30 يونيو. وزي ما قلنا احنا الحركة بتاعتنا اساسا خمس سيدات مصريات وطنيات ما لهمش أي خلفية سياسية ولا أي توجهات محددة. إن شاء الله احنا زي ما أعلنا الأسبوع الجاي بقى في زيارة لمشروع قناة السويس، وإن شاء الله هنبتدي التجهيز للانتخابات البرلمانية بإذن الله. يكون شعارنا دائما تحيا مصر.